كنوت المرقة رقم واحد في العالم. صباح الخير ست ديما. صباح النور، شو أخبارك؟ أخباري تمام. اليوم ديما حجاوي فخرة المطبخ برعاية كنور، يعني باقي مرتين لكنور بس. كانت عن جد فقرة ناجحة إن شاء الله السنة الجاي بدنا نعيدها، بس إن شاء الله يوم الأربعاء رح يكون آخر حلقة. طب قولي كيف كانوا السيدات اللي طبخوا معك؟ 30 ست بجننوا، إجوا صوروا وكتير كانوا شاطرين. في منهم يعني كنهم غيروا الأكلة؟ في 4 أو 5 غيروا، في منهم ضلهم على نفس الأكلة. توتر وكانوا متوترين مع الكاميرا؟ ممتازين، كانوا ممتازين. والصراحة بدي أشكر كل فريق رؤية اللي طلعوا معي على التصوير، كان تنظيم وطريقة إخراج وطريقة إضاءة وطريقة تنسيق بين الفريق طريقة مش طبيعية. عفواً، هذه رؤية بالضبط. فالحمد لله، وهم كتير ريحوا الستات، يعني عرفتي الستات كانوا مرتاحين لأن الشباب كتير كانوا محترمين الصراحة. فهلأ جهزناهم 30 وإن شاء الله برمضان رح يشوفوهم إن شاء الله. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك حبيبتي. شو اليوم؟ مطبخنا صينية دجاج بالكاري. هاي بعد الفاصل رح نعمل هلأ البشاميل. أوكي، فطائر البشاميل. فطائر سبانخ بالبشاميل. أول مرة بعرف. كتير زاكين. هلأ هي البشاميل مع السبانخ متعارف عليها. لما أعطيتيها بالعجينة ما تشتشت العجينة. ما هلأ رح أفرجيكي، لازم يكون البشاميل شوي سميك. لازم يكون شوي سميك البشاميل، ويعني هلأ رح أفرجيكي كيف كثافته. شوفي هيو في إشي منه محضرته جاهز. فهلا بفرجيكم كيف بيطلع شكله حتى ما يتشتش بالعجينة. لكن خلينا ناخذ مقادير فطاير السبانخ بالبشاميل. بالأول بلزمنا بصلة مفرومة ناعم، 2 ثوم مفروم، 6 كواب سبانخ مفروم ومغسول، ملح وفلفل، معلقة كبيرة بهارات، نص أصبع زبدة، 4 معالق طحين، 3 أكواب حليب، كوب كريمة، مكعب مرق الدجاج من كنور، رشة جوزة الطيب، كوب جبنة موتزاريلا، وباكيت عجينة الباف بيستري. هلا أول شيء حطينا نحنا الزبدة. هلا دائما كل نص إصبع زبدة أنا بحط عليه 4 معالق طحين حتى تطلع كثافة البشاميل مزبوطة، اللي هم 4 معالق زبدة مع 4 معالق طحين، وبياخدوا 4 أكواب حليب أو يعني سائل. أنا خالطة بين حليب وكريمة، هذا اختياري. تحبوا تحطوه بس حليب بصير، بتحبوا تحطوا نص بنص بصير. انا حاطه 3 اكواب حليب وكوب كريمه. فهلا بنستنى انه تصير كثيفه، يعني بالضبط بدي اياها بهاي الكثافه. هي كثافتها معقوله، يعني هيك لا كثيفه كثير ولا خفيفه. هلا دائما بنستنى شوي على الطحين انه يتحمص بالزبده بهاي الطريقه. هلا كل ما طولنا عليه اكثر بيقلب لونه على البني. فاذا بدنا نعمل الجريفي مثلا صوص الغامق بنضلنا مخلين الطحين فترة أطول على النار. أنا طبعاً لأنه بدي إياه بشاميل بدي إياه أبيض، فهلأ رح أنزل عليه الحليب. دائماً الحليب لازم يكون طبعاً بارد مش سخن. أوكي، وهلأ رح أحرك بالوسك حتى ما يكعبل معنا الطحين. بس هو إذا مشيتوا على هاي النسبة عادةً إن شاء الله ما بيكعبل معكم. خليني أشيل هاي أحطها هون وأستعمل هاي. لازم تضلك تحركي ليغلي. طبعاً ليغلي وحتى ما يلزق معك الطحين. هلأ أنا حطيت بس الطحين، ضل أحط الكريمة بس بستنى شوي عليها. بهاي الأثناء عبين ما يغلي شوي معي الحليب، بدي أحط طنجرة تانية أحط فيها زيت نباتي وأقلي فيها بصل وثوم وسبانخ. أوكي، هاي الزيت، زيت نباتي. بعدين السبانخ الحلو فيه انه بدبل بسرعه فما رح ياخذ معنا وقت. هاي البصل، بنستنى على البصل تدبل شوي قبل ما ننزل عليها السبانخ. رح ارجع للبشاميل. الكريمه مشان قلنا نحن مشان تصير سميكة صح؟ لا هي الكريمة بتدسم البشاميل أكتر. في ناس ما بيحبوا يحطوها، بحطوا بس حليب بصير. أنا بحب أخلط التنين. هي حطينا الحليب وهي الكريمة، بس ضل نحط ملح وفلفل على البشاميل ومكعب مرق الدجاج من كنور. ما تكتروا ملح طبعا. وفي ناس يعني أنا حاطة جوزة الطيب بس مش جايبتها اليوم. في ناس بيحبوا يحطوا جوزة الطيب، في ناس لا. بتغلب على الطعمة.
شوفي، لا رشة بسيطة هي طيبة الصراحة معها، بس أنا يعني ما جبتها بس اختيارية. هاي المكعب حطيناه بالبشاميل، وهي البصل بدي أنزل عليه السبانخ. الحلو بالسبانخ ديالة إنه من نزله تدريجياً ببلش يدبل معنا. أوكي، أنا طبعاً جايبته طازة وغاسلته، وبعد ما نشف على فوط مطبخ فارمته. طنجرة كبيرة أحسن حتى تقدروا تتحكموا بكمية السبانخ اللي عندكم، إنها لأنها بتكون نافشة بالأول. ما بدنا ننسى البشاميل، استناه حتى يغلي، ورح أنزل باقي كمية السبانخ كلها. أوكي، سهلة لهلأ، ما في إشي صعب. بدبل بسرعة، هلأ بفرجيكم كيف. هلأ لو منطلع على اللي تحت نلاحظ إنه بلش يصير دبلان. خلوهم على ريحتهم حتى يدبل كله. بدي أحط شوية ملح وفلفل على البشاميل. ملح، فلفل أسود. عادة الناس بيحبوا يحطوا فلفل أبيض على الصوصات اللي فيه يعني اللي فيها حليب أو كريمة، بس أنا بحب طعمة الفلفل الأسود أكتر. نشوف السبانخ، هلأ هاي الخلطة بتزبط كمان، ما تعملوها جوا الفطائر زي ما أنا رح أعملها، بتزبط مع معكرونة، بتزبط مع يعني مع جاج، مع صينية سبانخ لحالها مثلا كتير مع كتير. هي أصلا في في بس السبانخ بالبشاميل يعني في طريقة كتير طيبة بهاي الطريقة. هلا بما أننا نستخدم عجينة، نحاول ننظف هون شوي. شوفي تعليقات على الفيسبوك شو في كثير، بس بقولوا لي نذكر بجوائز ميلك شيك فقرة حسام حتك، سحبتوا عليهم. هلا السبانخ بدي احط عليه شوية ملح وفلفل وبهارات اختياري، بتقدروا تحطوا بهارات تقدروا ما تحطوا، طيبة بالبشاميل بدون بهارات. رح احط شوية فلفل، شوية ملح، ورشة صغيرة من بهاراتي الخلطة اللي أنا بحب أستعملها دايما، بس هاي اختيارية. اللي ما بحب يحط بهارات على السبانخ ما في داعي. هاي السؤال قدامكم على الشاشة، في رح يكون معنا ثلاث فائزين جاوبونا. تمام. أها، هاي السبانخ. شايفة ديالة كيف كش حجمه السبانخ؟ إيش بتضحكي؟ والله إيش. في عنا ثلاث جوائز، مشان جاوبونا على السؤال اللي عم بظهر قدامكم على الشاشة، وين تجاوبونا على عبر الاس ام اس. اوكي، هي الاس ام اس 96980. بنهاية فقرة المطبخ ان شاء الله رح يكون معنا ثلاث رابحين، وكمان بدنا حرف ار. ايش في الجائزة الثانية؟ حرف ار تربحوا ماكينة صنع القهوة. ايوه، هي مقدمة من فيليبس. هيها، هاي أزكى قهوة بتشربوها عند الصبح أو بعد الظهر، إذا بتحطوا قهوة زاكي فيها يا عيني. هاي كمان رح يربحها معنا شخص واحد أكيد مش ثلاثة. بس بتبعتوا على نفس رقم الأس أم أس حرف آر، وإن شاء الله كمان تدخلوا معنا على السحب بنهاية الحلقة. يعني في عنا اليوم أربع جوائز محرزين. شهلي حالك لأنه طيب. في عنا، شوفي هلأ بدي أفرجيكم كيف صارت كثافة البشاميل. هلا لما بنعمل هيك بمعلقه خشب او باي معلقه عنا، اذا بنعمل خط ما بيرجعوا بيختلطوا ببعض، فهي معناته كثافته مزبوطه. بدي اياه كثيف حتى لما احطه على السبانخ ما يبلل لي العجينه. اسمع okay. عشان ما عم نحكي بيقولوا لنا ليش معصبين. لا، انا عم بعطي ديما الوقت مشان تشرح مزبوط، لانه فيها شوي هاي صعوبه. والله هي شوي. فيها هلا شايفه هلا قبل ما احط البشاميل، هي دسمه بس زاكيه، نحط عليها جبنة الموتزاريلا. دسمة بس؟ يلا دسمة بعقل. زاكية زاكية ديالة. هلأ منحرك الجبنة شوي، وبدنا ندير هذا الخليط على السبانخ اللي قليناه مع بصل وتوم وشوية بهارات. يا سيدي تمام، تخيلي هذه بالفرن هلأ طبعاً كمان جبنة فوقها. اسمعي وتغمسي فيها تشيبس يا ويلي، زي اللي عملناه الدب متذكرتي يا ويلي.
هلا هيك تقريبا فرجيكم كيف. طبعا ما بنقدر نستعملها رأسا بالعجينة، لازم نستنى عليها حتى تبرد، فأنا محضرة خلطة باردة بس هي بيكون هيك شكلها. تمام، رح أتركها حتى تبرد وأستعمل الجاهزة عندي. أوكي خليها. في ناس لسه ربا ناجي بتسألك إمتى ببدأ التصويت على مسابقة ربا النوم. ربا واحدة من المشتركين، ربا برمضان إن شاء الله. هلأ التصويت رح ننزل كله على الصفحة مع بعض، يعني مش إنه واحدة فيديو تبعها قبل الثانية فيصفي التصويت، مش عادل إنه حدا يبدأ قبل حدا. كل الستات رح ينزلوا فيديوهاتهم بنفس الوقت على صفحة كنور ورح نبدا نصوت لهم مع بعض، فابدوا من هلا. مثل ما عرفنا من استاذ حسام كمان انه رح يكون في مراقبه شديده على التصويت، انه الشخص ما بيقدر يصوت. هلا اقول لك شغله، هلا هو مش هيك، هو عاده التصويت على الفيسبوك باي مسابقات بيكون انك بتعملي لايك على الصوره، فبصير فيها مرات اكونتات وهميه وبتعرفي يعني. عشان هيك رح يكون في، رح يعملوا مع في ابلكيشن بدهم يدخلوا ثرو ان ابلكيشن، يعني في ابلكيشن معين لازم يدخلوا فيه. خليكي معي هون. لا بس خايف يكون إيش بده يوقع. أبليكيشن ما رح يكون فيه، لبنان نوصل له إنه ما رح يكون فيه أي نوع من أنواع التزوير أو أي شيء، رح يكون فيه كتير مراقبة ونفسه الأبليكيشن ما بتقدر أنت تدخل بتعمل باسم تاني. بالضبط. طيب هلأ المهم بدنا نحط شوية طحين عشان نرق عجينة الباف بيستري. طبعا أنا جايبت هالمربعات أسهل عشان شكلها أحلى لما يكونوا صغار، تقدر تعمليها على كبيرة طبعا. وبعد ما يعني بعد ما هلا بمدها شوي بفرجيكم كيف بنحشيها، بس ما بدي ارقها كثير. ليه؟ عشان البشاميل ما يطلع منها. اوكي. شفتي يا ديما كنا عم نحكي انا وياكي، هاي غدا بتقول بعجبني بديما انه ملتزمه بلباس الشيف. كنا عم نحكي انا وياكي، عم بقولها خلص يوم الاربعاء رح ابطل، فبتقول لي خليكي لعبي لك، قلت لها مش عارف خلص بخلص يوم الاربعاء معهم. شو يا غدا يعني فكرك اضلني فيه؟ بخلص معك نور، بس في عندي واحد لإلي فإذا بدكم بلبس. هلأ رح أضلني أرق فيها، شوفوا بهاي يعني أكبر من هيك ما بدي. تمام، هلأ بنحط فيها، بس بدي أشوف إذا في صينية عشان أحضر صينية. هنادي يوسف صلاح بالتعيد بتقول كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الاستقلال، يا أحلى عيد. هلأ ديالا بنحط معلقة من الخلطة، شايفين كيف كثفتها هاي؟ يعني انا عملتها بكير وتركتها حتى تبرد، بس بنحط معلقه بالخلط بالعجينه وبنسكرها. هلا بنحاول شوي بس هيك نوزعها صح، بنسكرها بهاي الطريقه، بكبس شوي عليهم من هون حتى ما تفتح معانا. اوكي، منى الهرش بتسلم عليكي، الله يسلمها، ودعاء علي كمان بصير السبانخ نفرمه صغير كتير. بس ما هو بكش، هذا صغير كتير اصلا، هو كتير بالنار. بطل مبين. شايفة ديالا هاي الطريقة، بنحطهم بالصينية، طبعا ما بندهنها ولا اشي لانه الباف بيستري كلها زبدة. اوكي. واخر شيء بدل ما اعملهم كلهم هلا بس افرجيهم شو بدهنها. انا هون مش كاتبة بالمقادير، بس هو يعني دائما وجه الباف بيستري لازم يندهن باشي. انا خاف هون بيضة مع شوية كريمة، او بتقدروا مع حليب، او بتقدروا زيت نباتي، المهم انه نعطيها لمعة. فبدي احطها على وجه العجينه. ديما بقولوا يا ديالا واحنا اللي مش بالاردن ما لنا جوائز، تعالوا الاردن نعطيكم جوائز. هي هيك كيف بس. غير هيك ما عندنا. هي هيك. طيب اذا الخلطه كتير بسيطه كانت، بصل، شويه ثوم، سبانخ، بشاميل معمول على جنب حطينا عليه شوية بهارات وملح وفلفل، طبعا البشاميل حطينا فيه مكعب كنور حتى تكون دسم وطعمته طيبة. هلأ بنحطهم بهاي الطريقة بصينية وبندخلهم على فرن حرارته 180 لمدة تقريبا 20-25 دقيقة، هم لحالهم رح ينفخوا معنا. أوكي، وبتعرف إنه العجينة خلصت لما بتنفش. في إلك سلام من العراق من مبينة، بتقول يسلم إيديك شيف ديما وعاشت أيديها. الله يسعدك يا ربي، ألف عافية، وسلامي لكل أهل العراق الطيبين. تسلمي. هلأ هي العجينة ديالة شايفة، بس بعد ما تنفش معنا بتصير ذهبية وهيك بصير شكلها، فرح أحطها. ديما عم بسألوا كيف عم عجينة السكر، كيف تنعمل؟ عملتها غادة التلي، موجودة، موجودة على موقع رؤية. صحيح، فوتوا على موقع رؤية حطوا عجينة السكر غادة بتطلع لكم. إياد غندور بسلم عليكي. تمام، الله يسلمه طبعا اياد، دائما اياد ببعث لنا. اوكي
ايش؟ لا هيك منى الهرش كمان بتسلم عليها. نشوف مين كمان. وهيك فقرتنا الاولى خالصه. بدي انظف شوي حتى اقدر احضر لكم للفقره اللي بعديها. تمام، لكان هيك نطلع فاصل صغير بنرجع بنعمل ايش؟ نعمل دجاج. بدنا نعمل دجاج مع الكاري بس بالفرن. اوكي.